يمثل مرفأ تصدير النفط الإيراني الجديد في جاسك خطوة استراتيجية ستمكن أحد أكبر مصدري الخام من تجاوز نقطة عبور عالمية مزدحمة وتحسين المبيعات إذا رفعت العقوبات الأمريكية. فقد تم تدشين محطة جاسك على خليج عمان، الأمر الذي سيسمح للناقلات بتجنب عبور مضيق هرمز الاستراتيجي، والذي يشكل مسرحاً للتوتر بين السفن البحرية الأمريكية والإيرانية في الماضي. يرى المعلقون أن هذه الخطوة قد لا تحد من تقلبات أسعار النفط العالمية، ولكنها قد تساعد طهران على زيادة الصادرات إذا تم رفع العقوبات المفروضة عليها. فقد تسببت التوترات المتزايدة في مضيق هرمز في ارتفاع الأسعار مطلع العام الماضي قبل أن تلقي جائحة كوفيد بثقلها على السوق. وإيران هي رابع أكبر منتج للنفط الخام في منطقة البلدان المصدرة للبترول أوبك. قطعت إيران علاقاتها مع الولايات المتحدة منذ ثورتها عام 1979، لكن حسب المحللون فقد ظهرت بوادر حول احتمال التوصل إلى تسوية، وقد يكون هذا عاملاً آخر وراء تدشين محطة جاسك.